الكلمة الآن للسيدان المستشارات وريا الحرش باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الصوت والمساء الوحيد. السلام عليكم ورحمة الله. سيدين الرئيسين المحترمين، الإخوة السادة المستشارون المحترمون، سيدات المستشارات المحترمات، سيدي سفير دولة فلسطين، أولا قبل أن أبدأ كلمتي أريد أن نقف جميعا ترحما على أرواح شهداء القضية الفلسطينية، شهداء القدس، شهداء رام الله والخليل، شهداء غزة، شهداء كل الذين وهبوا حياتهم من أجل القضية الفلسطينية. فأطلب منكم سيداتي أن تقفوا، سيدي السادة الوزراء، فاتحة. الله أكبر. إذن يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة الكونفدرالية ومن خلالها كل الكونفدراليين والكونفدراليات عبر الوطن من طنجة إلى الجويرة، لأعبر عاليا عن غضب الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي للقرار الجائر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرامي إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة دولته إليها، وبقراره الجائر والأخرق والمتهور هذا يضرب الرئيس الأمريكي الشرعية الدولية وكل المواثيق. سيداتي سادتي، لقد اختار الرئيس الأمريكي تاريخ نقل سفارته إلى إسرائيل بعناية، اختار مناسبة 100 سنة على وعد بلفور المشؤوم، اختار هذا التوقيت الذي اغتصبت فيه فلسطين لاغتصاب القدس وإدخال المنطقة في المجهول وفي الحروب والتقاتل. سيداتي سادتي، سيدين الرئيسين، سادة الوزراء، إن القضية الفلسطينية في صلب انشغالات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي أولوياتها وفي جدول أعمالها. وللذكرى، فإن أول إضراب عام نظمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان بمناسبة يوم الأرض تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واستشهد آنذاك عريس الشهداء محمد جرينا. ونؤكد اليوم، وتأكد كذلك بالملموس يوم احتجت المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاستضافة مجرم الحرب عامر بيريز. وللذكرى نقول لإخواننا في العدالة والتنمية وفي كل الذين تعاقبوا على هذه المنصة على أننا نحن كذلك نريد أن تكون القاعة 11 هي قاعة فلسطين وقاعة القدس، لكي لا نستقبل فيها مجرمي الحرب وممثلي الكيان الصهيوني أيما كانت أنشطة هذا المجلس. سيداتي سادتي، باسم المجموعة الكونفدرالية أهنئ الفلسطينيين على وحدة الصف، وأقول لهم أنجع سلاح لمواجهة إسرائيل الكيان الصهيوني هو وحدة الصف الفلسطينية، وحدة الفصائل، وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة كل التيارات، لأننا لا يمكننا
أن نواجه أي خصم ونحن متفرقون. ونقول لكم باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: سادة سيدي السفير، نحن معكم في قراراتكم السيادية، في قراراتكم التي أنتم تأخذونها بكل حكمة وتشاور فيما بينكم، ونقول لكم نحن معكم ونساندكم بدون قيد ولا شرط في قراراتكم السيادية. كما كان دائما المغرب، المغرب ينأى عن نفسه أن يتدخل في قرارات الدولة الفلسطينية. ونقول لكل الذين يراهنون على أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية: اسمعوا نبض الشارع، اسمعوا صوت نساء وكذلك صوت رجال العالم. خرجت المسيرات في كل دول العالم بما فيها أمريكا، لأن القضية الفلسطينية هي قضية شرعية وقضية عادلة وقضية كذلك للإنسانية. ونحن نقول لكم سيدي بأننا خرجنا بكل عفوية، وخرجت النساء المغربيات والأطفال المغاربة، وخرجت الحكومة المغربية، وخرجوا كذلك الكونفدراليين والكونفدراليات الذين كانوا سينظمون البارحة يوما للاحتجاج على الحكومة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وجعلنا من تلك المسيرة مسيرة تحت شعار القدس أولا وفلسطين أولا والحرية لفلسطين، وكذلك فلسطين أبية ودولة فلسطين وعاصمتها القدس. إذن سيدي، نحن نقول على أن لم نفاجأ بقرار ترامب. قرار ترامب كان قرار هو يدخل في صلب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. من هو راعي أمريكا؟ هي التي من هو راعي الكيان الصهيوني؟ هي أمريكا. ترامب يسير في إطار سياسة الجمهوريين المتطرفين يمينا، وأنتم سيدي سفير فلسطين قد عرفتهم وخابرتمونهم في محطات كبيرة، وأنتم تعرفون على أن الدعوة بالنسبة لهم إلى السلم والسلام هي دعوة تحمل في طياتها نوايا استعمارية، وهي التي تحرك الآن رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو الذي كان متابعا مؤخرا بقضايا الفساد وقضايا التقتيل، وخرج كذلك مجموعة من اليهود من أجل وحدة، من أجل فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف. نحن كذلك نشجب كل أشكال التطبيع، وكل أشكال التطبيع بجميع أنواعها، ليس فقط التطبيع الاقتصادي وليس فقط التطبيع كذلك السياسي، ولكن التطبيع الثقافي، أخطر التطبيعات، التطبيع الثقافي الذي يشتغل في صمت وبخطة سياسية موجهة لتنشئة المغربية. سيداتي سادتي، أقول لكم على أننا لن تفوتنا الفرصة اليوم لكي نتمنى قرارات ملك المغرب رئيس لجنة القدس، والذي لم يدخر جهدا في إسماع صوت الحق. شكراً. وصوت شكرا للسيدة المستشارة.